مرة عملها في حياتي واعتذرت فيها يعني تمام. فاهم لمصر كلها. اه خدت 6 مباريات اه رغم اني ما لمستوش، لمست 100 على فكرة. بس يعتبر اي ده بس سلوك غير بس ما رياضي. لمستوش، بس هو في الاخر سلوك غير رياضي. تقصد ان في غيرك لمسه. بس في ناس يعني، في ناس يحصل معاها انه يلمس ويتكلم في الحكم في وشه ويصرخ وفي الاخر ما في يعني، ما فيش نفس الشيء. مش انت عايش، مش حابب اقارن، بس مفهوم. حابب اقول لك على شيء، انه الفرق هذاك في فرق بسيط فاهم يعني. مش انا من مش عايز انه الناس تفتكر ان انا بقلل من نادي الاهلي ولا اي شيء، بالعكس نادي الاهلي نادي كبير وببطولاته وبكل حاجه، واي لاعب يعني يتمنى انه يلعب في الاهلي. لكن في الاخر كان بالنسبه، تتمنى تلعب في الأهلي؟ مش اتمنى، لكن اي حد انه لو انا مثلا جاني عرض من الاهلي ده شرف كبير ليا، تمام. ان جاني عرض من نادي اهلي نادي كبير يعني، اي لاعب يتمنى يلعب في النادي الاهلي. ايوه لكن بالنسبه لي بعد الحب اللي شفته من جماهير الزمالك اني صعب، ولا جاني منهم ولا مره كلموني ولا جاني مره عرض منهم نهائيا. بس انك صعب انه اني صعب اروح يعني راح العب في الاهلي، رغم صعب انه ولا تلعب في مره الأهلي. كلموني، في العكس ولا مره كلموني ولا مره ولا مرة الأهلي كلمك؟ ولا مرة نادي كلمني ولا أي حد كلمني ولا قال لي يلا تعال. طب ما تيجي نقسمها فترات قبل ما تيجي الزمالك، يعني من قبل 2018 ما حصلش؟ ولا قبل ما أجي زمالك، ولا بعد ما رحت من زمالك، ولا ولا مرة وأنت كلمني. في لا الزمالك؟ عشان كده قلت بحترمهم ونادي كبير وكل حاجة، بس إنه يعني أتكلم أنا كزملكاوي، لأن مفهوم. العكس يعني صعب بعد اللي شفته من جماهير الزمالك واللي شفته الزمالك، صعب إني أروح يعني، كأني خنت الناس فاهم، صعب إني أعملها ما فاهم. حصلش ابدا ان ولا الاهلي ابدا تواصل معاك ابدا ولو بشكل غير مباشر وابدا ابدا ابدا. ابدا. بس اللي مراتي الجماهير يقول يلا تعال الاهلي مش عارف في فاهم، جمهور يقابلك في لكن جمهور حد قول مسؤول؟ لهم يعني بحترم النادي بس صعب اني اروح مفيش فاهم. اي وكيل لاعبين قعد معاك قبل كده وطرحها كفكرة؟ لا لا لا، ولا حد. لا في اكيد وكلاء كلموني، خاصة لما الفترة الأخيرة قبل ما أروح من اي الزمالك، إيه رأيك يعني في، بس وكلاء فاهم، بس انا مسكر الموضوع يعني مسكر الموضوع. يعني بس حتى لو كلمني حد فيهم مثلا من النادي كنت يعني اقول لهم يعني بحترم باحترام. النادي وكل حاجه، وحتى ممكن مثلا ما اقولش لحد انه جاني عرض من النادي، بس انه اللي شفته في الزمالك صعب اني اروح مفهوم. الاهلي فاهم. والاهلي واضح نفس انه الشيء مثلا علي معلول يروح الحين للزمالك لا مستحيل، مش مستحيل. عشان ما يحبش الزمالك ولا الزمالك مش نادي كبير، لا بيحبه لكن وبيحترمه لكن خاصه في مصر لما تلعب في نادي صعب انك تروح نادي ثاني ايوه فاهم، خاصة مفهوم. لما تكون يعني ما عندكش مشاكل. ممكن في ناس تضطر صح. فاهم، تضطر انه هو يروح. ده انت هنا كأنك بتشرح حالة كهربا. ما اعرفش كهربا، ممكن ما نقدرش ندخل نتكلم عليه خصوصا يعني فاهم، عندي فترة ما اتكلمتش معاه. ياما صنعته البعض لا اهداف صراحة بعد لما كان وصنعنا. في الزمالك كان الامور اوكي، بس بعدين يعني قعدنا اصحاب اكيد نسأل على بعض، لكن ما نعرفش ايه الاسباب الرئيسية اللي، تأثرت علاقتكم بس انا بعد اتكلم يعني القصة؟ هنا عموما انه اللي يلعب مثلا في الزمالك ولا مفهوم في، صعب انه يروح هناك فهمت علي. مفهوم. بس خلينا نرجع لك النقطة نرجع بقى للقصة. ده احنا القصه اللي لازم نسمع، القعدة معاك حلوة فالكلام بيتفرع ان من شاء الله يمين يكون في للشمال وقت عشان ان ما شاء نطولش الله على في الناس. وقت. طيب احكي لنا بعد بداية الاضطراب الإداري ايه اللي حصل؟ بعد بداية جاء مجلس جديد فهمت، انا الواحد كان اي مجلس هو يقول اول شيء راح نعمله انه فرجاني. نجدد الفرجاني فاهم. بس حتى يعني تكلم مع، والله مش حاب يعني ناسي الاشخاص تمام. بالضبط، بس في يمكن انت تستحضرهم، بس في ناس كثير تكلموا معايا، كل مره نقعد مع حد نتكلم في الاخر يعني ما ايه اللي نستنى بيعطل؟ مثلا نقعد معاهم نتكلم، عشان انا مثلا قلت لهم عندي مسحقات قديمه، تمام. اول شيء تعال نتكلم في القديم وبعدين ندخل في الجديد. اي حد يقول لي اشوف، بص ندخل نعمل عقد وبعدين راح ندخل نشوف تمام. القديم ونشوف الموضوع. قلت لهم هو مش يعني يلا 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 فهمت، انه نوضح امور مثلا عندي مسحقات متاخره مش عارف كم، تعال نتكلم فيها اوكي، على الاقل اعطوني منها يعني نص، اعطوني منها اي شيء مفهوم. وبعدين نتكلم في الجديد، بس تمام. نتكلم نصح على عقد جديد وانا عندي كثير متاخره. كانوا قد ايه؟ يعني ملايين كتير كان. كانوا ملايين يعني مش عارف بالضبط، بس كان يعني في تقريبا كان متأخر لي ممكن نص العقد ولا نص نص العقد. العقد تقريبا فهمت، كان في متأخر لي. ايوه. قلت لهم اتكلموا على الأقل شوية في القديم وبعدين نخش في الجديد فاهم، على الأقل اعطيني وريني حسن نيتك. مفهوم.